لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا، لبئس ما كانوا يفعلون. أصبح الزنا أمرا طبيعيا، أصبحوا يزنون أمام مرأى ومسمع من بعضهم البعض، أبناء المسلمين يزنون بالمسلمات، ويأتي النصارى من سياح وغيرهم يزنون ببنات المسلمين، ولا أحد ينكر ولا أحد يغار. هل تظنون أنه لا يوجد عندنا زنا ولا شرب خمور بل انتهاك للمحارم؟ فما الذي يمنع بأس الله عنا؟ لسنا بأكرم على الله منهم؟ أنترك أهل المعاصي ونترك أهل المنكرات أن يفعلوا بنا مثل ما فعلوا بهم؟ نتركهم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما؟ فإذا سكتنا عنهم فماذا يحول بيننا وبين العذاب؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يسلط عليكم عذابا فتدعونه فلا يستجيب لكم. نجاتنا بأمرنا بالمعروف، أن نقول للظالم أنت ظالم، وأن نقول للذين يعصون الله اتقوا الله. والله لن نتركهم، والله لنأمرنهم ولنعطرنهم على الحق أطرا. فإما حياة تسر الصديق، وإما ممات يغيظ العدا. والله لن نتركهم ولن تنجو السفينة إلا بتعاون ركابها، إلا بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. ليس إن مكناهم في الأرض أقاموا الملاعب والملاهي والمهرجانات الغنائية. تعرفون قصة السبت وكيف أهلك الله أهل المعاصي والمنكرات والذين سكتوا على منكراتهم؟ وأنجى الله من؟ أنجينا الذين كانوا ينهون عن السوء أن أهلكوا وفينا الصالحون، أن أهلكوا وفينا الصالحون. قال نعم، إذا كثر الخبث، ذلك بأن ربك لم يكن مهلك قرية بظلم وأهلها مصلحون. هكذا ننجو، نأخذ بيدنا وبأيدي بعض أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. غيروا ففضل من الله ونعمة، ما غيروا فالذمة بريئة أمام الله. لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. الله بقول كلمة الحق، لا نخاف بالله لومة لائم. إن سكتنا والله ليحلن بنا ما حل بهم، وسنة الله ماضية، لا تحابي أحد ولا تجامل أحدا، هذا هو طريق النجاة، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. استجاب من استجاب
فبحمد من الله، ومن لم يستجب فلا يلومن إلا نفسه، وبين يدي الله سيقف الخصوم، وبين يدي الله سيقف الخصوم.